ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر. الشعب الجزائري كله كان على قلب رجل واحد. كيف كانت الجزائر وكيف كانت أحوال الثورة في تلك الفترة بالذات؟ الشيء المؤكد بأنه هذا المحط الثورة الجزائرية أعطاه نفس جديد للثورة الجزائرية. الاستعمار الفرنسي لم يفرق لا بين رجل ولا بين امرأة ولا بين حتى مع الأطفال في القمع وفي القتل. في سنة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان عقدت وطرحت القضية الجزائرية، نالت 63 صوت مقابل 8 ضد و27 ممتنع. دوغول كان مجرم كبير جداً.